أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب. السلام عليكم، أنا عبد الرحمن من ولاية بازا، وأنا كنت أعاني من الحساسية من الأنف والحلق، وكنت دائما في الليل نخنق ما نيفي، ودائما هكا حتى عيني يخرجوا يدوني للسبيطار، يديروا لي الاخر دير لي الاكسجين، ما تقعد يعاودوا يجيبوني للدار. كنت دائما هكا دائما في الشتاء، دائما ما تقعد، كنت نشوف انا مركز الهاشمي وزيد، كنت نشوف ما تقعد، جيت باب الزوار صدقكم، اديت جرعه ولا زوج، ما تقعد كي جيت ما صدقكمش تكمل هنايا في هذا المركز. كنت دائما في الليل يدوني سبيطار، انا قلت لهم يدوني سبيطار دائما. لا هذا المشكل كان عندي غير في الليل، غير في الشتاء، في الليل دائما هكا. خطرة كنت ما نروحش اللي يقول ما نروحش نقرا في المسيد، ما نروحش كاع، انا بدنا حتى نروح نرقد نعيا بزاف نفشل. كان يقول عندي غير الحساسيه، هذا ما كان يعطيني دواء بصح ما ينفعنيش نهائيا. كنت انا من الاول نتفرجوا في التلفزيون، نتفرجوا دائما، وما تقعد رحت مركز في الجزائر في باب الزوار، كنت نروح ما تقعد ما صدقكم صدقكم بدلت وجهه اخرى، جيت لهذا المركز حطيت 4 جرعات. كنت يما هي اللي تعطيني الدواء، بديت بشوية نتحسن حتى هذوك بريت الحمد لله، مانيش في الشتا مانيش نمرض بزاف، نحس روحي مرتاح لهم على هادي. الأطفال اللي عندهم نفس المرض كيما تاعي ماذا بيهم؟ نقول لهم أنايا يتوجهوا المركز الهاشمي للأعشاب الطبية، اللي ما آمنوش بالمركز ضد الهاشمي للأعشاب الطبية نقول لهم آمنوا به وروحوا. لي خذوا الدواء من عندو، انا امنت بالدواء وخذيت راحتي دوك الحمد لله يا ربي. دوك نبغي نشرب الدواء، ونبغي واحد الزوج زيوت نبغي نشربهم، حدا نقول يما تعطي مغرف واحده، انا نقول زيدي لي واحده لا زوج. الناس اللي وقفوا معايا نقول لهم بارك الله فيكم، دكتور الهاشمي نقول له بارك الله فيك وربي يحفظك. يعجبوني الناس اللي يشوا من المرض ديالهم، كنت نسمع الرقيه دائما، قولوا بارك الله فيكم وصحيتوا على هذا الكادو الصغير اللي عطيتوني، وشكرا يا قناة.